خديجة الشيب أستاذة بشيشة وتعرضت لاعتداء من طرف والد أحد تلاميذها، ضربت بالحجارة ما أفقدها العين اليسرى، وتفاصيل ما حدث على أنظار القضاء. عن الجلسة الأولى والثانية غاب المتهم. نزار عزيزي ورفيق أجومات. إلى جمعية وداد للمرأة والطفل توجهت خديجة الشيب بعد تعرضها لاعتداء أفقدها عينها اليسرى إثر ضرب أستاذة لمادة العربية بمنطقة إشمرار بشيشاوة. صرفقني أنا فاش صرفقني ديك الساعة، حتى أنا حاولت ندير شي حاجة، قربت ليه بغيت نضربه ولا شي حاجة. شدتني خالتي، هذيك فاش شدتني خالتي هو دفعني برجله، طحت هز البوديزة الماء بغي يشير بها. انا بقيت تنشوف في البوديزه ديال تلمى، ولدو ضربني بالحجره. فاش ضربني بالحجره انا ضغط طحت في الواد. كنعتبروا هذا الاعتداء هو عنف بسبب النوع الاجتماعي، يعني انها هذيك المنطقه ما كيقبلوش ان تكون عندهم واحد الاستاذه، ما تكونش عندهم استاذه. خديجه تتلقى الان الدعم القانوني وتتابع العلاج النفسي بالجمعيه بعد هذا الاعتداء الذي ارتكبه احد السكان في 22 من ابريل الماضي. بنينا العمل معها استرجاع دونك التعبير والتقدير والاعتبار الذاتي للنفس ديالها، ثم نساعدوها باش تخرج من هذه الحاله ديال الانهيار العصبي، هذه الحاله ديال الاكتئاب حاد. الجمعيات ونقابات التعليم نددت بالواقعة أمام محكمة الاستئناف حيث تعرض القضية، وقفت احتجاجا وتضامنا مع الأستاذة خديجة الشايب. النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم شيشاوة تستنكر مرة أخرى وبشدة هذا الاعتداء هذا، ومن هذا المنبر هذا المنبر تاع دوزيم تنأكدوا على أن الوزارة الوصية لا بد أنها تحمل مسؤوليتها في هذا المجال هذا وفي هذا الصدد وتوفر الأمن. الجسم التعليمي والجمعوي يطالبان إذن بمحاكمة نزهة من أجل إنصاف خديجة ومثيل